عدياني بكونتيتي بصح زيرو لا كاليتي عدياني بكونتيتي بصح زيرو لا كاليتي شوفوا لهم دوار الدرا راها فيهم التحرير شوفوا لهم دوار الدرا راها فيهم التحرير صعيبة 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 عليهم عيشتنا جامي 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 فوتو شافو كنا صعيبة 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 عليهم عيشتنا جامي 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 فوتو شافو كنا على كل تجور الشيطان يا سيدي الزفودة عند اختي هالة احسن باطونة في العالم اخويا عثمان اخويا عماد مومو ومعنا الشيخ مراد دوزناكم ومازال ان شاء الله ندوزو مع اخرى تبارك الله عليكم مرحبا بكم ولي زارتيست اللي كانوا معنا اخويا هشام وخويا مولاي مايور الحمد لله ديما السلام عليكم الحباب مرحبا بكم نقدمكم اغلى تحية في ادارة رومس معنا الشاب الزياني تحية الشيخ مراد احسن باطرون عثمان مسوش اختيالة وخويا مومو تحية الخويا منير وهشام ميسترو مرحبا بكم كاملين وخليكم الكلمة مع الشيخ السلام عليكم مرحبا بكم عندنا كنتفضل خويا عبد الزياني مرحبا بيه نهار كبير عندي جعدير ومنساش خويا عماد باش خويا عماد باش كاين شي حاجة خويا عماد وما ننساش خويا مراد الشيخ مراد والله العظيم اللي الصوت ديالو اليوم راه بالله قسما بالله نقول لكم نعاودها كل شهر انا نجيبو وما ننساش خويا مراجل ديالي هو مومو وما كاينش شي حاجه هو اللي طلع لي المحل يا هلا ما كاينش شي واحد نهار اللي غتمشي هلا انا نبلع السعود ومن عند شيخ مراد تحية كبيرة لكيباج الرومس اللي جاني شباب بزاف ولقيت راحتي خطرة الأولى اللي جيت فيه ومشي خطرة الأولى غادي نبقى كديمة هنايا كما يقولوا أحبابي بون أحلى تحيات الباترون تاعنا عثمان خونا ولا ما ننسوها لا مومو خونا كاع ليكيباج لي زارتيست تاعنا بيان سور خمسة وخموس حاجة شابة وحاجة طوب ميرسي ميرسي بوكو درنا سواري شابة بزاف وإن شاء الله إن شاء الله نمشي هذه التالية ديما ديما راني معاكم ونموت عليكم بالبزاف معاكم الشيخ مراد كاع ما ينساكمش فوالا مومو خاطرك مومو أنا ما بقى لي ما نقول أنا نشكرهم كاملين وبرافو وما ننساوش خويا منير نموت عليكم